ثم أحبائي، بالنسبة لتفكير اليهود، المسيح هو الذي يأتي ويوحد أصباط إسرائيل، المقصود لأنه كانت الأصباط منقسمة، لكن المسيح مش بس في مجيئه وحد الأصباط، قيل عنه أنه يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، وهو الذي قال لي خراف أخر من حظائر أخر ينبغي أن آتي بتلك أيضا، وحتى إيش آتي بها وتكون رعية وراع واحد، كما تنبأ عنه في حزقيال إصحاح 34 إلى حزقيال 37. إخوتي، هذا الأمر يسير بالتسلسل، وفعلا المسيح هو الوحيد اللي جمع مش بس الأصباط، لكن جمع اليهود والأمم وجميع المتفرقين إلى واحد.